السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو التكملة ديال الديكورات ديال الحائط، بما ان الزليج مازال ما كملناش. كما قلت لكم كان خاصنا لي جوان، داكشي علاش كنا كنتسناو. دابا ان شاء الله غادي نكمل لكم هذا الفيديو، والفيديو المقبل غادي يكون ديال الزليج ان شاء الله. هنايا كما كتشوفوا خديت واحد الخشبة ديال 10 سنتيم في العرض، يعني غادي نقطع 50 سنتيم، وغادي نحتاج كذلك وحده عريضه عليها شويه. بالنسبه لهاد لافليشه ديالي انا بغيت نصاوبها بهذا الشكل. كاينين اشكال كثيره تقدروا تلقاوهم في بانتريست، بالنسبه ليا انا فضلت هذا الشكل هذا. هنايا غادي نوضعها بهذا الشكل. عندي 10 سنتيم في هذيك الاولانيه، والاخرى غادي ناخذ فيها 14 سنتيم، يعني باش تبان داك الراس ديال لافليش يكون عريض شي شويه بهذا الشكل. من بعد غادي نمشي النص ديال 14 سنتيم، طبعا هو 7، غادي نوضع علامه، ومن بعد غادي ندير خط من القنت حتى لديك 7 سنتيم، والجهه الاخرى كذلك. ومن بعد غادي ندوز باش نقطع هذا المثلث اللي غادي يعطيني الشكل ديال لافليش ديالي. بالنسبه لهاد لي فليش هادو فهما متعارف عليهم انهم تيكونوا لي فارم هاوس، كتكون شي حاجه مكتوبه فيهم اولا كيبقاو في اللون الخشب وما كيتصبغوش. بالنسبه ليا انا الشكل اللي درت حيت اول مره يعني درتو بهذا الشكل، بغيت نكتب فيه هذاك الشيء علاش درت الخشبه عريضه. ممكن ديروا لافليش تكون يعني رقيقه. هنايا فاش درت لافليش خاصني ضروري داك يعني لاكيو ديالها، داك الجانب الخلفي ديالها. هنا كما كتشوفوا هذيك الخشبه بما انها عطياني واحد لونغل مايل هكا، بديت كنحاول نخرج باش ندير واحد المعين الشكل معين كيما كتشوفوا. يعني ما عرفتش كيفاش نشرح لكم دابا هادشي، انتما كتشوفوا الا فهمتوا شي حاجه. لان كيما قلت لكم هادشي ما قارياش، ما يعني كنجي وكنحاول نخرج الفكره لراسي وصافي. لكن ما قلت لكم هذاك الشكل المعين نفس الشكل غادي نديرو في الجهه الاخرى. المهم حيت غادي تقطع راه غيبان لكم. غير كيما قلت لكم في الرسم كنحاول ندير داكشي سيمتريك، هاد الجهه تعطيني بحال الجهه الاخرى. هنايا راه يعني شويه خدم شويه الغباء ديالي. لان كان ممكن اني ما نقطعش ديك الجهه ونديرها، واخا ندير الخشبه نقطعها مائله كامله عاد من بعد نقلب الخشبه، ولكن انا ما خدمتهاش هكاك. بعض المرات كيكون التركيز ضعيف جدا. ما عليناش، نتوما المهم غادي تشوفوا الفكره وانتم تطبقوها بالشكل ديالكم. هنايا طبعا ما بغيتش نلصقهم في الجناب، غادي يجي داك لاكو ديال لافليش غتجي غليظه بزاف، هذاك علاش ما بغيتهاش تجيني بحال شكل الصاروخ يعني اللي كنا كنرسمو فاش كنا صغار. دابا هنا خديت 3 سنتيم من كل جهه، لان يعني الخشبه عندي فيها 10 سنتيم، حيدت 3 من كل جانب بهذا الشكل هذا، وتبقى لي 4 سنتيم في الوسط هنايا باش غادي نطراسي هذوك القنات وغادي نحيدهم. طبعا هنا كذلك درت واحد الخطا، ولكن معليش يعني تداركتو، لان ما خصناش نقطعو هكا، خصو ضروري هذوك القنات كما كتشوفوا يدخلوا ما يبقاوش خارجين. اضطريت عاوتاني غادي نطراسي وغادي نحيد واحد القنت اللي غادي يكون فيه 2 سنتيم ديال واحد المثلث فيه في القاعده ديالو 2 سنتيم، باش يدخل ليا هذاك داك الاخر ديال لافليش يدخلوا في بلاصتهم. يعني كما قلت لكم هذا الشيء ما كنلقاش فكره مثلا شي واحد شارحه، يعني الشيار كنبدا نخربق راسي حتى كتخرج لي البلان. انتما كتشوفوا الطريقه ديالي، ولكن الا بانت لكم شي طريقه هي اللي هي افضل فطبعا ديروها. هنا كما كتشوفوا كنطراسي هذوك المثلثات بهذا الشكل، وغادي نمشي نعاود نقطعهم باش نحيدهم ويدخلوا لي هذوك القنيتات الاخرانيين يدخلوا في بلايصهم. هنايا كنحكم شي شويه باش تحيد لي هذوك الشنات ديال الخشب، وغادي يجيو عندي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا دابا اخيرا طحت على البلان. من بعد غادي نلصقهم غير بالكولا ونشدهم بالسيرجوان، ولكن كيتجمعوا شي شويه الفوق. حطيت عليهم طوبيه يعني شي حاجه اللي هي ثقيله باش ينشفوا هما مقادين، لان لي سيرجوان كيهزوا دوك الخشيبات الفوق بهذا الشكل هذا. يعني زيرتهم من بعد حطيتهم في الشمس حتى نشفوا. هي هذه لافليش ديالي. كذلك حتى القدام راه نفس الشكل درتو، يعني زيرتهم شي شويه ودرت الكولا. طبعا هنا كما كتشوفوا بالنسبه لدوك الحواف وهذا الشيء اللي كان خصني ندير في اللوحات الاولانيين، ما اكتشفتش هذه الفكره هذه حتى من بعد. لاحظت ان الطابلويات كيكون فيهم واحد السواد في الاسفل، داكشي علاش رانا درت هذه القضيه هذه في هذا لافليش. يعني جبت الصباغه الزيتيه هذه غلاتات ديال الزيت اللي كيتخلط فيها بها الصباغه ديال الحائط،
صبغت يعني دوك الجوانب كاملين بالاسود. من بعد غادي ندوز باش يعني نمسحهم بالبابي باش تدخل الصبغه، يعني تحيد لي الزائد والباقي يدخل في الصبغه، يعني يدخل في الخشبه. من بعد خليتها حتى نشفات وجبت اللون الابيض ديالي. طبعا هنا بديت كنخدم بهذيك ديك الشيتا عذبتني. من بعد في الاخير جبت الرولو، هو اللي كيعطي داك الشيء مقاد، ويعني كتجي الصبغه مقاده. صافي كنصبغ عادي يعني فوق من هذاك الاسود لان نشف، خليته حتى نشف وكنصبغ عادي. من بعد عاد كنجيب واحد الموس كما كتشوفوا وكنبدا نقشر، يعني ما نجيبش الكاريط الحرش لانه يقدر يحيد لي حتى الاسود. لا انا بغيت يبقى الاسود كيبان باش تبان لي الخشبه، يعني كتعطي داك المنظر انها قديمه. والموس كما قلت لكم كيكرط ليا غير هذيك الصباغه الفوقانيه. وطبعا كندير جوج طبقات اولا ثلاثه ديال الصباغه البيضاء باش كيصلح التقشر، كتعطي داك المنظر انها قديمه. صافي هذه هي لافليش ديالي. من بعد غادي ندوز باش نكتب عليها. كنت طبعت ورقه باش يعني نطبعها نحطها كامله ولصقها، ولكن كانت غادي تبان لي بابي وغادي تجيني المنظر خايب. هذاك الشيء علاش فضلت انني نكتبها بيدي. هنا كما كتشوفوا كان كاليدي لان العياء ديال الايام الاخرى كان ترعد وداكشي، ولكن في الاخير المهم الكتابه راه الحمد لله جاتني مزيانه. ما كبرتش الكتابه بزاف في الاول، صعبني غادي تجيني طويله، لقيتها جاياني غير في الجنب. اضطريت انني ناخذ واحد الورقه اخرى نقل منها داك المنظر ديال الطاحونه الهوائيه وديك الدويره باش تعمر ليا لافليش وما تجينيش الكتابه على جهه واحده. المهم المنظر ديالها في الاخير الحمد لله راه عجبني بزاف. هذا هو اللي مهم، كان بارطاجي معكم هذه الافكار لان ربما كاين اللي يبغي يكون عاجبو هذا الستيل هذا ويشوفه. هنا كما كتشوفوا كوادر كاع داكشي اللي عندي قديم كنعاود نستعمله. الكادر صبغته بالكحل وزدت عليه الابيض كما كتلاحظوا باش نخرج هذاك القرشال، لان القرشال انا عجبني صراحه، واخا واحد الاخت ما عجبهاش هي تما، ولكن بالنسبه لي انا عجبني انني ندير شي حاجه اللي هي هكا عندها علاقه بالفارم هاوس. حطيته في كادر باش يبان هكا، ونفس الطريقه اللي درت ديال الكحوليه درتها حتى اللوحات الاخرين. كما كتلاحظوا راه ما بقاوش كما كانوا في الاول، ولاو تبرزوا مزيان بالنسبه لهذيك فاميلي، يعني غير ورقه مطبوعه. وهذاك الكادر حتى هو طليته بالكحل، عاد رديته حاولت نخرج اللون الكري باش يهرس هذاك البياض. وكذلك الساعه حتى هي رانا جلختها دابا حاليا، مازال نقدر نلقى لها شي فكره لان هي ديال البلاستيك، ولكن مازال غادي نلقى لها شي فكره ان شاء الله. بالنسبه لهاد الاغطيه للاسف المقطع تمسح ليا مع الفيديوهات الاولانيين، لان كما قلت لكم كيعمر لي البيسي وكيعمر لي البورطابل ما كنلقاش نفيلمي. المهم انني صبغتهم هذوك اوراق، طبعت كل حرف بوحدو، جبتهم في بانتريست ومن بعد لصقتهم في هذا يعني في دوك الغلاقات ديال الصباغه. من الظهر طبعا غادي نغطيهم بالكرتون. من بعد كناخذ هذاك الكريط الحرش كنحكهم من الجناب، وكذلك درت لهم نفس الطريقه. من بعد دوك الحواف اللي حكيت درت فيهم صبغه سوداء باش تبرز هذاك يعني باش يبان بحال الفينتيج. ومن بعد لصقتهم بواحد الخيط ديال القنب مع بعضياتهم، لقيتهم وحده فوق وحده فوق وحده باش نعلقهم. ما نديرش كل في الحيط كل ثقبه بوحدها كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها، علقتها في الدخله ديال الباب من الجهه يعني الخلفيه ديال الباب، ومن الجهه الاخرى باقي لنا ان شاء الله ديال المفاتيح، يعني اللي كنحطوا فيها السوارت ونحطوا فيها الايميل ولا شي حاجه، الميل ماشي الايميل يعني الرسائل ولا ديال الورق ديال الضوء ولا شي حاجه مازال كنفكر فيها ان شاء الله. غادي نحاول ندير شي حاجه اللي هي زوينه، ولكن طبعا حتى نوريكم ان شاء الله الزليج ونكملوا الارض، لان حنا مكرفسين كما قلت لكم ساكنين غير في الكوزينه. وداك الشيء عاد غادي ندوزو ان شاء الله نكملوا الديكوراسيون ديال البيت، وكذلك غادي تشوفوا معايا غادي نصاوبوا الفراش. هاد المره غادي ندير واحد الموديل اخر ديال الفراش ان شاء الله اللي هو عصري. انا خديت السلعه خصنا غير نبدا الخدمه ان شاء الله. تابعوني وكنشكركم بزاف دائما على تعاليقكم المشجعه وعلى ملاحظاتكم، لان بزاف المرات كتعطيوني شي ملاحظات كندارك بعض الاخطاء اللي انا درت. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وما كنوصيكمش دائما تبارطاجيو الفيديوهات باش تشجعوني ان شاء الله نستمر. شكرا لكم بزاف 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 بدون انقطاع، يعني كنحييكم على التشجيعات ديالكم. وهذا تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل ان شاء الله. الى اللقاء.